صباح الخير والسعادة دايما يا رب، والصباح كده السلامة على مصرنا بإذن الله يا رب اللي جاي يكون أفضل. في البداية وقبل أي حاجة لازم نقول يعني البقاء لله، ويا رب يصبر أهالي ضحايا ومصابي حادث تصادم قطار سوهاج وحادث كمان انهيار عقار جسر السويس، ربنا يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر. ونسأل أكيد الله عز وجل يعني الشفاء للمصابين. يعني أعتقد واقعتين كلنا لما سمعنا الأخبار دي زعلنا، وكلنا من جوانا كنا يعني عايشين مع ألم كل أسرة. أكيد حاجة وجعت كل قلب أم وكل قلب أب وكل قلب إنسان مصري سمع حاجة زي كده، لأن الواحد كان دايما بيقول اللي جاي أفضل وكنا مستبشرين خير، لكن في حاجات بتحصل الواحد ملوش يد فيها، بتبقى قضاء الله وقدره يعني. فعلى كل حال نتمنى إن أحداث زي دي ما تتكررش تاني يا رب، أمين. صباح خير عليك يا كريم في البداية، ويا رب دايما كده يعني نشوفك على خير. يا ربنا يخليكي، صباح الفل عليكي واللهم امين. طبعا يعني يؤسفنا اكيد يا حضرات ان احنا يعني نبتدي معاكم ونستهل حلقه النهارده بان احنا بنقدم التعازي، بس احنا الحقيقه مش بنقدم لحضراتكم، احنا بنقدم لنفسنا كلنا نعزي انفسنا. الحدث جلل، وطبعا الصور المؤسفه اللي شفناها على مدار الساعات الماضيه طبعا كفيله جدا منها توجع قلب كل المصريين لما بنلاقي ان في احداث. يعني طبعا اكيد يعني اللهم لا اعتراض في كل الأحوال، والشق القدري برضو اللهم لا اعتراض في كل الأحوال، ولو هناك شق غير قدري بطبيعة الحال كلنا يعني مستنيين نشوف ما ستسفر عنه التحقيقات في الساعات القليلة المقبلة، وإن لو في أي حد مخطئ بطبيعة الحال لازم ينال جزاء. وإحنا بنتكلم على أرواح المصريين العشرات من إخواتنا وأهالينا وأبهاتنا وجدودنا وأولادنا يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتير قوي، لكن النوع ده من الاحداث بيكون مؤسف جدا وموجع جدا لكل المصريين. انا بضم صوتي لصوت يعني نهاوند في دعائها بان ربنا يعني يعفو عنا جميعا، وان الفتره الجايه ان شاء الله ما نقابلش النوع ده من الاحداث المؤسفه.